طيب تمام، ان شاء الله نبدأ نكمل النهارده. معلش على كميه الخوازيق اللي احنا عاملين نقابلها في كل مكان دي، السكرين مش بتعمل شير، وبعد كده برامج الفويس اتقفلت، وحوارات الفشله بتاعت الحظر اللي شغال دول. بس يعني ان شاء الله ربنا يتممها النهارده ونخلص بقى، لحسن يعني الواحد تعب بصراحه. طيب المره اللي فاتت لما جينا نتكلم المحاوله الفاشله المره اللي فاتت، قعدنا نتكلم على الاركتكشر بتاعتنا، وقلنا ان احنا عملنا اركتكشر، احنا بنينا الاوثنتيكيشن سيستم اللي المفروض ده يكون الكور بتاعنا، ده اللي هنبدا نبلد عليه كل حاجه عندنا، صح؟ لو انتوا فاكرين، وفاكرين لما كنت كمان بقول لك ان بعض الكريتيكال كومبوننتس اللي موجوده عندك في النتورك اللي مش هينفع باي حال من الاحوال تكون داون، لانها لو داون فانت غالبا يعني الشبكه بتاعتك تقريبا بتبقى كلها داون، منها مثلا الدي ان اس ومنها الاوثنتيكيشن سيستمز، صح؟ دول من اهم الحاجات اللي موجوده. الاوثنتيكيشن سيستمز اتكلمنا على موضوع الكيربروس ومش الكيربروس، وان الكيربروس ده معتمد على الدي ان اس بشكل كلي وجزئي في كل حاجه، يعني من غير دي ان اس مفيش كيربروس، مفيش كيربروس يعني مفيش اوثنتيكيشن، يعني الدنيا كلها راحت في داهيه بكل بساطه. تمام؟ ده المعنى المبسط لكلمه ان الدي ان اس عندك وقع لو عندك كيربروس دومين موجود. طيب بالمناسبه بس عشان ما اكونش بغلط في حاجه، لما بجيب لك سيره الكيربروس هتسميها ريلمز، لما اجيب لك سيره الدي ان اس هتسميها دومينز، فانت ايه دايما حطها في دماغك كده، بس احنا مجازا يعني عشان ما نقعدش نوجع راسنا وريلمز وريلمز وبتاع، مشيها دومين واعتبرني ان انا اهبل وبقول لك ريلمز وخلاص. تمام؟ فخليك فاكر الحته دي بس، لما تيجي كلمه كيربروس بتتكلم على ريلمز، ريلمز هي المرادف لدومين بالنسبه للدي ان اس، اعتبرهم الاثنين ايكويفالنت، بس دي اللغه بتاعت الكيربروس ودي اللغه بتاعت ايه؟ الدي ان اس. تمام كده؟ طيب قبل كده لما اتكلمنا على الاوثنتيكيشن قلت لك ان الاي دي ام سيرفر، مش الاي دي ام سيرفر بس، كل الاوثنتيكيشن سيرفيسز اللي موجوده في العالم اللي معتمده على الكيربروس هي تايتلي انتجريتد مع الدي ان اس، وده اكيد مفهوم لان الكيربروس محتاج الدي ان اس. قلت لك لما تيجي تعمل لها سيت اب فانت في عندك اكتر من اوبشن، ممكن تعمل لها سيت اب اول ان وان. يعني ايه اول ان وان؟ يعني كل الدنيا مع بعضها كده ورايح راسك، يعني تحط الدي ان اس مع الكيربروس ورايح راسك. ها، وممكن تحط الدي ان اس، تسيب الدي ان اس على مكنه لوحده وبقيه الاوثنتيكيشن سيرفيس على مكنه لوحده، ده برضه فاليد سيت اب ويشتغل. طيب السيت اب ده انا عن نفسي انا مش بحبه، انت تخلي الدي ان اس على سيبريت ماشين لوحدها وتخلي بقيه الاوثنتيكيشن سيرفيس على ماشين لوحدها، انا مش بحبه، ومش هتلاقي اي حد تقريبا بيفضله. تقريبا تقريبا كل الامبلمنتيشنز بتاعت الدايركتوري سيرفيسز بالاوثنتيكيشن بتاعها زي مايكروسوفت اكتيف دايركتوري زي ريد هات اي دي ام، لو رحت الاي بي ام او حتى الناس بتوع اسمهم نوفل هتلاقيهم برضو نفس الكونسبت، هتلاقيه بيرمي لك الدي ان اس مع الكيربروس وبيحطوه مع نفس المكنه ويريح راسه خلاص، رغم ان انت عندك اوبشن تخلي الدي ان اس على مكنه لوحدها. طيب ليه انا مش بحب ان الدي ان اس يكون على مكنه لوحدها كده؟ قلت لك لان الاثنين مرتبطين جدا ببعض. طب افرض ان المكنه دي وقعت، يعني مثلا جه واحد راح طلع لك كده ناس من اللي بيعملوا ديزاين في النتورك بتاعتك وراحوا طالعين زي الخازوق وراح قال لك بس احنا شاريين يا عم دي ان اس من انفو بلوكس وهنعمل اناليتكس وهنتشقلب ولازم كل الكويريز تعدي على الانفو بلوكس اللي موجود عندنا ده. انا مش عارف لو حد عندكم، لو حد فيكم اشتغل انفو بلوكس ولا لا، الاسم الشهير بتاعه في الاندستري حاجه اسمها دي دي اي. المهم مع انفو بلوكس يعني انت ممكن تعمل كل الكويريز اللي معديه على الدي ان اس دي ممكن تعمل لها اناليسز وديتكت اتاكس غير طبيعيه انت مش واخد بالك منها ولا عمرك سمعت عنها. فانفو بلوكس ده سوليوشن محترم جدا بالمناسبه، في كميه فيتشرز غير طبيعيه، حاجه زي اسمها ار بي زد وافلام هنديه كده كبيره وبيطلع لك اناليتكس محترمه جدا، وفي بلت ان الاستيك سيرش كمان موجود دلوقتي. وبص يعني انفو بلوكس ده حاجه من الحاجات المحترمه جدا جدا اللي يعني انا ممكن اقول لك، وبالمناسبه معتمد على بايند اللي احنا هنشغله دلوقتي، معتمد اعتماد كلي عليه. تمام؟ بس بصراحه سوليوشن بيتشقلب بيمشي على الحيط ومحدش يقدر يقول عليه كلمه، يعني محدش يقدر يقول على سوليوشن زي انفو بلوكس ده مثلا حرف واحد. طب يا عم امال فين المشكله؟ اقول لك بس استنى بس ثانيه واحده، هو سوليوشن 100 100، بس انت معرض لو انت عندك شبكه ممكن يكون الانفو بلوكس شغال بس المصيبه اللي عندك النتورك نفسها فصلت، يعني انت عندك داتا سنتر والنتورك اللي فيها الانفو بلوكس دي ضربت منك فرقعت، السويتش اللي انفو بلوكس واصل عليه فرقع. ها
ساعتها كل الاوثنتيكيشن سيرفيس وقفت، معناها كل الشبكه بتاعتك وقفت بالكامل ومع السلامه، شكرا انت كده رحت في داهيه خلاص. فده واحد من الامثله الشهيره جدا اللي بتحصل اللي الدنيا كلها بتفرقع فيه. طيب عشان الدنيا ما تفرقعش في وشي، انا ممكن اعمل حاجه ابسط من الكلام ده كله. تعال كده نرجع نرسم الرسمه بتاعتنا بقى الهبله اللي احنا بنشتغل عليها. برسمها بالتفاصيل يا هندسة، والله برسمها بالتفاصيل، ده اللي احنا هنعمله. مش عارف بس القلم ليه مش بتحرك، المفروض يظهر لي هنا. هنا هو. بص يا سيدي، فاكر احنا عملنا اتنين اي دي ام سيرفرز صح؟ ده اي دي ام واحد وده اي دي ام اتنين صح كده؟ وكل واحد فيهم عليه دي ان اس بتاعه، ده عليه دي ان اس واحد وده عليه دي ان اس اتنين، والاتنين بيعملوا ريبليكيت مع بعض، والاتنين اكتف اكتف صح؟ مش ده اللي احنا عملناه قبل كده؟ بيتهيألي لحد دلوقتي لحد النقطة دي أنا ما عنديش مشكلة، صح ولا أنا غلطان؟ طيب بدل ما أخلي، لو أنا عندي كلاينت هنا، بدل ما أخلي الكلاينت ده يروح يعمل كل الكويريز على الاتنين دول أو على واحد من الاتنين دول، طب وليه أنا أعمل حاجة زي كده؟ ليه الغباء دول؟ أنا مش محتاج كل الهبل ده صح؟ طيب ما انا ممكن اعمل حاجه تانية، انا ممكن اعمل اتنين دي ان اس سيرفرز كده، الاتنين دي ان اس سيرفرز دول هعمل فيهم كونديشنال فوروردنج خلاص، واخلي الكلاينت بدل ما يريجستر على بشكل مباشر على الاي دي ام سيرفرز، لا هقول له روح ريجستر على الاتنين دول. تمام كده؟ لو انت رايح للدومين اللي عليه الاي دي ام، ها اتكل على الله روح للطريق ده. ماشي كده؟ طيب في حال الكلام ده لو الكلاينت ده لينوكس كلاينت. طيب هقول لك بس استنى، طب ما ده انا عندي مشكله ثانيه، طب ما الشبكه اللي عندي، الشبكه اللي عندي مش كلها لينكس، في عندي بعض الماشينز ويندوز. هقول له بس ثانيه واحده بس عليا، انا كان عندي اكتف دايركتوري هنا صح؟ سيرفر او اكتر من الاكتف دايركتوري، ده الاي دي سيرفرز اللي موجوده. هروح برضو عامل كونديشنال فوروردنج هنا اهو سي اف. لو والله لو رايح للدومين بتاع الاكتف دايركتوري، روح اسال الدي ان اس اللي اصلا انستولد مع الاكتف دايركتوري، ولو رايح للدومين بتاع الاي دي ام سيرفرز، روح اسال الدي ان اس كومبوننت اللي موجوده على الاي دي ام سيرفرز. طيب افرض انا مش رايح لده ولا رايح لده، الراجل ده هيعمل كويري راح على الانترنت، يعني الراجل ده كده عايز يروح لجوجل، خلاص خلي دول يقوموا بشغلهم. شوف ده بيعمل فورورد، ممكن ده يكون بيعمل فورورد لاربع تمانيات، او بيروح للروت سيرفرز يسالهم، ايا كان مش فارق معايا. يبقى انا كده عملت اوفلود لكل الكويريز، وفي نفس الوقت كل الكويريز بقت بتعدي على دول في النص. وصلت؟ يبقى انا كده بكل بساطه قللت اللود اللي رايح للاي دي ام سيرفرز او رايح للاكتف دايركتوري سيرفرز بشكل خيالي. الناس دول مش هيعملوا ريزولف لاي حاجه الا لو الحاجه دي موجوده عندهم بس. يعني لو الكلاينت ده بيطلب معلومه عن سيرفر اسمه فيسبوك دوت كوم، هو مالهم يا عم مال فيسبوك؟ هو ليه اصلا الاثنين دول سواء ده او ده او حتى الاكتف دايركتوري دي ان اس، هو ليه ماله اصلا او ايه علاقته ان هو يريزولف فيسبوك دوت كوم؟ الراجل ده ملوش دعوه بيه اصلا صح؟ يبقى انا كده عملت اوفلود لكل الترافيك بتاع الدي ان اس عن مين؟ عن الدي ان اس سيرفيسز اللي موجوده هنا او هنا او حتى موجوده هنا. ها وضحت الفكره؟ ها حد عنده مشكله في الفكره دي؟ ممتاز 100% كهندسه. طيب كلام جميل. طيب لو انت بقى شغال في شبكه انتربرايز بقى، الشبكات المحترمه بقى اللي هو بكلمك مثلا عندك بتاع 10,000 يوزر مثلا، تمام كده؟ او انت عندك انترنت زون كبيره جدا، وعندك بعض البابليك سيرفيسز افيلابل للانترنت، وعندك يور اون دي ان اس سيرفر خلاص، يعني عندك بابليك دي ان اس سيرفرز بكل بساطه، عندك بابليك دي ان اس سيرفرز. انا عندي خلاص عندي تقريبا 10 سيرفرات طالعه بابليك على الانترنت، سيرفيس بابليك.
لو عندك سيرفرات بابليك على الانترنت، نصيحتنا الشخصية خليهم بالكامل فولي ايزوليتد، وروح بايدك اعمل هارد كود للدومينز او للريكوردز اللي انت عايزها حطها عليهم. وده ليه؟ عشان ما يحصلش اي اكسبوز من جوه لبره او من بره لجوه والعكس. ها وضحت؟ ايزوليتد قصدك انها تكون فلان ومعمول لها ناتينج؟ لا، انت عندك ريكورد هنا وليكن عندك انترنال اي بي هنا بتاع سيرفر، والسيرفر ده الترافيك اللي جاي من الانترنت بيدخل له، ماشي؟ هتروح على الانترنال دي ان اس اللي موجود هنا، ارجع له، هتضيف الريكورد ده بايدك. وبرضو على الاكسترنال خلي الكلام ده بايدك، اعمل عزل كامل. لو الدي ان اس سيرفرز دول عندك موجوده في دي ام زي نتورك والبابليك انترنت يوزرز، الناس اللي قاعده في البيوت ليهم اكسس عليها بيعملوا كويري منها، فرضا انت المصريه للاتصالات يا عم، انت تي اي داتا او اسمها وي او معرفش حتى اسمها ايه دلوقتي، والناس دول بيكونكت على الدي ان اس بتاعك، خليهم معزولين تماما عن الشبكه الداخليه ومفيش نقاش. واي حد هيجي في التصميم بتاع الشبكه يقول لك حاجه غير كده، اديله على بقه وقول له اتكل على الله خلاص. حتى لو انت تقدر تتحكم فيهم وتعمل دي ان اس فيوز، يعني هنيجي كمان شويه كده نتكلم لو ربنا كرمنا والموضوع مد معانا، هكلمك على موضوع دي ان اس فيوز دلوقتي خلاص، ممكن يا النهارده يا المره الجايه. بس حتى مع الدي ان اس فيوز انا بقول لك نصيحتي انا الشخصيه عن تجارب شخصيه، ما تعملهاش. خلي البابليك او الانترنت فيسنج دي ان اس سيرفرز معزولين عن بقيه الشبكه وما لهمش اي علاقه باي حته تانية في الشبكه، ولو في ريكورد هيتعمل له اكسس على الشبكه عندك من جوه، او لو في دي ام زي تانية فيها ويب سيرفرز مثلا او اف تي بي، والويب سيرفرز والاف تي بي دول موجودين عندك في الانترنت زون بتاعتك او في الدي ام زي زون بتاعتك، خليها برضو معزوله. غلاسه كده، انا غلس، خليها معزوله خلاص. لان انا شفت كميه فيليرز وكميه سكيورتي بريتشز بسبب البتاع الموضوع ده بالهبل بالهبل. تمام. ها تمام. طيب كلام جميل، نرجع بقى لموضوعنا. يبقى انا كده محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ نرجع كده للرسمه الهبله دي. نعم، هي بتكون معزوله كدي ام زد زون، يعني بتكون معزوله كدي ام دي زون عاده. انت لما يكون عندك بابليك نتورك كبيره، بص انا هضطر امسح الرسمه دي، ماشي؟ خلينا كده نحذف ده. هو برضه مش راضي يتحذف، معرفش ليه، بس مش مشكله يعني. مش راضي يتحذف. بص يا سيدي، دلوقتي لو انت عندك شبكه كبيره جدا، بكلمك على الاف المستخدمين موجودين، وفي نفس الوقت عندك بعض السيرفيسز اكسسبل من الانترنت، خلي الانترنال نتورك معزوله تماما عن الاكسترنال نتورك. يعني لو الاكسترنال عندك فينا دي ان اس سيرفرز والدي ان اس سيرفرز اكسسبل من الانترنت خلاص، دول كده اي حد جاي من الانترنت كده بيعدي عليهم ممكن يعمل لهم كويري او اكسسهم. لا خليهم لو عندك دي ان اس سيرفرز كمان داخلين هنا، اوعى تستبلش اللينك ده، خليك فاكر الحته دي. تمام، يعني ما تجيش ما تهبل في راسك وتروح جاي لي على الاكسترنال دي ان اس سيرفرز اللي هم اصلا اكسبل على الانترنت، وتعمل فيهم ايه؟ كونديشنال فوروردنج بالشكل ده. ها وصلت الفكره؟ لان بكل بساطه ممكن واحد يعمل لك دي ان اس انيميريشن ويلم كل الريكوردز بتاعت والله. مره ثانيه يا هندسه، مره ثانيه، مره ثانيه بعد اذنك، مره ثانيه، ماشي. طرطق لي ودنك كده وايه، وفتح شويه في الحته دي تاني، طرطق لي ودنك. انا عندي دلوقتي انترنال نتورك وعندي اكسترنال نتورك وفي بينهم فاصل اهو، دي كده الانترنال ودي كده الاكسترنال، المفروض دي كمان باللون الاحمر اهو.
الانترنال نتورك، الانترنال نتورك بتاعتك عندك انترنال دي ان اس سيرفرز اهم، مش الانترنال دي ان اس سيرفرز دول فيهم كل الريكوردز او على الاقل معمول لهم كونديشنال فوروردنج لو في عندك كمان اي دي ام او اي او اكتيف دايركتوري او اي حاجه تانية موجوده. صح صح ولا غلط؟ تمام. طيب لو انت عملت اي كويري على دول هل تقدر تجيب اي ريكورد موجود على الشبكه؟ اكيد. حلو قوي. لو سمعت، لو دورت كده على في اي حته كده على حاجه اسمها دي ان اس انيميريشن، واحد بيضم بالريكوردز بتاعت الدي ان اس كلها خلاص. لو انت بقى كان عندك اكسترنال دي ان اس سيرفرز بالشكل ده، دول اكسسبل من الانترنت، يعني اي حد قاعد في البيت ممكن يعمل لهم اكسس. فرضا ان احنا في شركه زي وي او اتصالات او فودافون ايا كان، حد من السيرفيس بروفايدرز يعني اقصد، وانت عامل كده كونديشنال فوروردنج من هنا لهنا، عارف ايه اللي هيحصل؟ ممكن واحد بس يكويري هنا يعمل دي ان اس انيميريشن يلم كل الريكوردز من السيرفر ده. ولو السيرفر ده معمول له كونديشنال فوروردنج اي دومين وبيروح يجيب من انترنال دي ان اس هنا، هيقدر الاتاكر اللي موجود قاعد بره ده يلم كل الريكوردز منين؟ من الاكسترنال دي ان اس اللي موجود هنا. ما هو هيسال الاكسترنال، الاكسترنال هيروح بعت الكويري لمين؟ للانترنال. الانترنال يا اما عارف الريكورد بنفسه يا اما بيعمل فورورد للايه؟ الانترنال دي ان اس تاني. المهم ان في الاخر بيعمل زي تشين كده يقدر يلم منها كل الريكوردز اللي موجوده. بيسال الاكسترنال، الاكسترنال يسال الانترنال، الانترنال يرد، الرد يرجع للاتاكر الموجود عندك. يبقى الراجل ده عارف كل الاسماء والاي بي ادريسز، الانترنال اي بي ادريسز بتاعه السيرفرز اللي موجوده عندك كلها، وهو قاعد في البيت حاطط رجل على رجل، وسيادتك كده اتسوحت. على هيك يا هندسه، الكونديشنال فورورد يكون من الانترنال للاكسترنال مش العكس زي ما انت قلت. الكونديشنال فورواردنج يكون من الانترنال للاكسترنال، قصدك تعمله كده؟ للاكسترنال. ايوه بالضبط، قصدك تعمله كده صح؟ صحيح. السيناريو ده برضه سيناريو غلط جدا جدا جدا. ها، عايز حد فيكم ذكي يقول لي ليه؟ على فكره في ناس كتير جدا عامله بالشكل ده، لانه اصلا اليوزر من بره الاكسترنال مش هيصل للانترنال عشان يعمل له فورورد على الاكسترنال. لا، انا عندي الانترنال يوزر قاعد هنا اهو صح. الانترنال يوزر ده بيسال مين؟ الانترنال دي الناس صح. طيب هقول لك ليه ما ينفعش. هفترض معاك افتراض بسيط جدا، انا عندي هنا بعض السيرفرات التانية اللي موجودة، خليني كده اختار لون تاني وليكن ده مثلا، عندي هنا بعض السيرفرات التانية ويب سيرفرز واف تي بي سيرفرز موجودة في الدي ام زي. ها دول كده في الدي ام زي، بس انا مش عايز الانترنال يوزر ده يعرف عنهم حاجة، انا عايز الانترنال يوزر ده يعرف عن سيرفر واحد بس منهم مش كلهم. لو انت عامل كونديشنال فوروردنج في الاتجاه ده اليوزر هيقدر يوصل لهم كلهم، لكن لو انت كنت عامل هارد كود بايدك على الانترنال اليوزر هيقدر يوصل للي انت عايزه يوصل له بس. ها وضحت؟ ايش قصدك بهارد كود يا هندسه؟ هارد كود يعني تكتب الريكورد بايدك، تروح تعرف الدومين بايدك وتكتب الريكورد. انا عندي دومين اسمه مصطفى.com، مصطفى.com ده الاي بي الفلاني خلاص عليه او الاسم يعني الفلاني في ايوه في البايند في الدي ان اس. تمام؟ ده كان اول سبب ان انت عايز اليوزر ياكسس بعض الريكوردز لكن ما ياكسسش بعض الريكوردز الثانيه، ده اول سبب. السبب الثاني، لو ده اكسترنال دي ان اس، لو ده اكسترنال دي ان اس موجود عندك صح، الاكسترنال دي ان اس هتحط فيه الاسم وقصاده الاي بي، هتحط اي اي بي، البابليك اي بي ولا البرايفت اي بي؟ ها البابليك صح. طب الراجل ده لو جاي من الانترنال نتورك والريزولفنج بيتم بالشكل ده، ده بيروح يسال ده وده بيرد عليه الاجابه صح، هيديله البابليك، هيديله البابليك اي بي. يا نهار ازرق، يعني انت عايز الراجل اللي جوه يشوف البابليك اي بي ليه؟ ده هو اصلا الراجل اللي جوه وراح يريزولف البابليك اي بي مش هيقدر يوصل اصلا،
تعرف ليه؟ لان عاده بتعمل النات على الفاير وول بتاعك اللي موجود على الايدج اساسا. يعني ده بيكون كده على الايدج بتاع النتورك كلها، بيكون عندك فاير وول كده هنا موجود او راوتر، الراوتر ده هو اللي بيعمل لك ناتنج هنا. فالراجل ده محتاج يعرف الانترنال اي بي او البرايفت اي بي، مش محتاج يعرف الايه البابليك اي بي. دول سببين انقح من بعض يعني. بص خلصوا لك الموضوع كله، فنسفوا الفكره دي تماما. ها وضحت ولا ايه؟ تماما هندسه واضحه ماشي. انا بس القلم السن بتاع القلم وحش جدا، فمخلي الكتابه والخط سيء جدا. مش فاكر انا كنت غيرت السن ازاي قبل كده، يعني القلم جاي معاه سنان كتيره جدا، حوالي 5 سنان تقريبا، بس مش عارف. انا مضطر غصب عني ان انا ايه اكمل النهارده كده لحد ما اشوف انا كنت عملتها ازاي قبل كده. ما عليه. طيب ها لحد دلوقتي، معلش باكد اهو، لحد دلوقتي وضحت الفكره اللي انا عايز اعملها. لو عندك اكسترنال دي ان اس وانترنال دي ان اس، ها تعمل ايه؟ المفروض تعمل ايه؟ طبعا بقى انا شفت كميه عك غير طبيعيه، كميه عك غير طبيعيه ما حصلتش قبل كده. واحد كان عامل كونديشنال فوروردنج من الانترنال للاكسترنال ومن الاكسترنال للانترنال، اللي هو انت عامل اصلا اكسترنال وانترنال ليه؟ ما كنت عملت كله اكسترنال وراحت راسك خلاص. فالعك ده انسى العك ده، مش عايزين العك ده خالص. تمام. طيب ماشي، نرجع بقى لايه لموضوعنا دلوقتي. احنا عايزين نعمل لانش لتو فيرتشوال ماشينز. هسميها بايند واحد، كفايه 4 جيجا عليها، 2 سي بي يو ممتازين جدا. هتعمل بس انترنال وهتعمل انترنال اكسترنال هندسه؟ نعم، مضطر اعمل انترنال بس لان ما عنديش بابليك اي بي اقدر اشتغل عليه. فانا مضطر غصب عني ان انا اعمل انترنال فقط. دلوقتي دي كده اول فيرجن ماشين اهي. اعتقد ده بايند 2 صح؟ بيقول لي في حاجه بنفس الاسم. دي الاولى دي ممكن نشغلها دلوقتي. لا إله إلا الله. ودي كمان نشغلها. دي أوتاكا تعمل باور أون، يعني باور أون تايم تقريبا 3 دقايق تقريبا على ما نشوف الأي بي ظهر لنا هنا. طبعا أسرع من كده بكتير، يعني كل الاب تايم بتاعنا مع الريل 8 تقريبا حوالي 15 ثانيه او 10 ثواني لحد ما الماشين تكون اب، بس لحد ما الايجنت يشتغل. عمل ايجنت يشتغل ويبدا يعمل سينك مع الهايبرفايزر ويبدا يشوف الاي بي ادرس بتاعه، فبياخد له 2 3 تقريبا يعني. حتى مش فاكر كان عندي هنا، كنت عامل مع التيرمينال بتاعي كونسول او حاجه كده، مش فاكر والله. صح؟ موجود لسه. طيب ممكن اعمل كده عشان اشوف حتى الاي بي بسرعه. ممكن اعمل له كده داونلود. ماشي.
اعتقد حتى نت تولز ما كانتش موجوده، اي بي ادرس شو كده. عندي 10 132، الاي بي ده بيكرر كتير قوي مش عارف ليه. عشر 144 129 132، نفس اي بي الاي دي ام واحد يا هندسة. ما انا بقولك انا شايف الاي بي ده فيه حاجة مش مظبوطة قدامي. طيب خلينا نعمل كده باور اوف الماشين الظريفة دي. نتورك انترفيسز، تعالى كده نعمل ايديت للحاج ده. ده الماك ادرس بتاعه، نبدأ كده نران ده مرة تانية ونشوف هيعمل ايه. ماشي كويس، خد اي بي تاني مختلف اول مرة دي. هو بس غالبا لانها تمبلت، ف مش عارف، ممكن اكون نسيت، ممكن اكون نسيت وعملت. بص انت لما بيكون عندك فيرتشوال ماشين وعملتها تمبلت، المفروض بتعمل سيلينج للتمبلت دي. مش عارفين كلمة سيلينج يعني ايه؟ سيلينج للتمبلت يعني ايه؟ بكل بساطة بتحذف اي حاجة خاصة بالتمبلت دي ممكن تأثر عليها في المستقبل لو استخدمتها كتمبلت. الحاجات اللي بتأثر عليها مثلا زي الاس اس اتش كيز، زي الماك ادرس، ما ينفعش يكون عندك تمبلت نفس الماك ادرس بتاخد كل مره، او فيرتشوال ماشين اكتر من فيرتشوال ماشين يوم نفس الماك ادرس على نفس النتورك، ما بتجيش خالص يعني. ما ينفعش. تمام. فموضوع الماك ادرس، موضوع الاس اس اتش كيز، من الاخر اي حاجه ممكن تتسبب في كونفليكت عندك ما بين تو فيرتشوال ماشينز. خلاص ده باختصار جدا موضوع السيلينج للفيرتشوال ماشين دي، الهوست نيم بقى وشويه الحاجات الهبله ديت. فغالبا انا نسيت اعمل سيلينج للتمبلت دي لما كنت بشغلها اول مره، عشان كده كل مره بياخد نفس الماك ادرس، فدي غلطه مني انا معلش. طيب كلام جميل. انا كده عندي اول واحده 194، المفروض الاي بي ده دلوقتي يظهر لي. ظهر اهو. طيب كده انا ممكن ابدا اشتغل من التيرمينال. مش عايزين الكونسول ده خالص دلوقتي، نقول له كده دي الماشين الاولانيه والماشين الثانيه برضو. خلينا نبدأ كده نشتغل الماشينز دي كالعادة، نفس الشغل اللي هنشتغله كل مرة هنعمله برضو المرة دي. طبعا الايديال سيناريو بتاعنا ان احنا هيكون عاملين انسب البلاي بوك،
الانسب بلاي بوك دي بتحط الهوست نيمز، بتحط الاي بي ادريسز، بتسيت اب الحاجات الكومن، الكومن سيتنج بتاعتك ريجستريشن مثلا لو انت بتريجستر او بتسبسكرايب الماشين بتاعتك دي مع ريد هات مثلا. ايه تاني؟ الام تي بي سيتنجز، الحاجات اللي هي الكومن ما بين الماشينز كلها. خلاص. طيب بما اننا لسه ما دخلناش في الانسب في اي حاجه، فاحنا ممكن او احنا مضطرين بقى، مش ممكن يعني، مضطرين نعمل الكلام ده باذننا بشكل مانيوال. اقول لكم ده سبسكريبشن مانجر، حتى قبل ما اعمل سبسكريبشن مانجر خلينا نبدا اليوم. هوست نيم، هتركز النهارده على دي ان اس ولا تركز على الانسبل؟ لا خلينا في الدي ان اس. ما تلخبطش نفسك، حاول تركز على حاجه وركز على الحاجه دي بس، ما تقعدش تلعب بنفسك في بين 50 حاجه، هي حاجه واحده افضل شغال عليها لحد ما تجيب اخرها. كان الدومين بتاعي bind.linux.mustafa.com bind.linux.mustafa.com، مفروض ما يكونش bind بس، مفروض نسميه كده bind داش واحد، او ممكن اسميها اسم تاني يا عم مش لازم اساسا، ns1.linux.mustafa.com. خلاص. ممكن اقول له كده subscription manager register، وده برضو نفس الحاجة هون المكانة التانية. عندك كده سبسكريبشن مانجر اتاتش داش اوتو، ده سبسكرايب هون. تعالى كده نعمل اكزيت، نكونكت مره ثانيه. تعالى كده نقول له يام داش واي ابديت اند يام داش واي انستول، او حتى قبل الكلام ده كله تعالى نعمل يام سيرش بايند كده. الباكج اعتقد كان اسمها bind داش تشينج روت لو لسه ذاكرتي مظبوطه. bind سي اتش روت، ايوه. بص الباكجز عندك اللي فيها في النيم بيماتش مش في الديسكريبشن. فين 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 فين؟ في النيم والسمري الماتشنج بتاعهم. بص عندك كده بايند، اسم الباكج بتاعت الدي ان اس اللي موجوده عندنا هي اسمها بايند. بايند ده اختصار لبيركلي انترنت نيم ديمون، ده الاختصار بتاعه اهو. فاكيد كلمة بايند دي جت منين؟ بالمناسبة ده واحد من الحاجات اللي اتطورت في بيركلي لاب. في بيركلي عارفين، فاكرين بيركلي؟ ها؟ حد فيكم فاكر؟ جامعة ايه بيركلي دي معلش؟
حد كده فاكر اول حاجه خالص خدناها خالص من سنين كده من يجي 3 4 سنين جامعة. نعم جامعة بريكلي. معلش تاني كده صوتك بيقطع. جامعة بريكلي. ايوه ايه اللي حصل فيها بريكلي؟ اللي هو كانت بداية البي اس دي وال طب بتدور على جوجل وتجيب لي الاجابة. يعني مفيش ولا واحد فاكر صح؟ فاكرين بي اس دي بيركلي سوفت وير ديستريبيوشن. ايوه بالظبط ايوه فاكرين. ماشي علينا. هذا الكلام قبل تقريبا 4 سنوات ولا 10 سنين حتى. ايه المشكلة يعني؟ بص هتلاقي عندك باكجز كده. دي بتاع الباكج بتاع دي ان اس نفسه. دي السيرفيس نفسها اللي بتقوم. طبعا بالمناسبه السيرفيس لما تقوم دي حاجه كويسه، بس احيانا بتدور على سيرفيس كده ان انت تخليها تشينج روتد. اي حد فيكم عارف يعني ايه يعمل تشينج روت للسيرفيس؟ ها اللي هي بتغير مكانها من السلاش اي تي سي للسلاش بار. ليه بغير مكان؟ يعني ايه بغير مكان؟ سكيور من ناحيه ايه برضو؟ افصلها عن الفايل سيستم اللي في الجهاز نفسه. بعمل الفايل ايه؟ سيستم الرئيسي. افصلها عن الفايل سيستم الرئيسي حق الجهاز. بتفصلها ازاي بقى؟ يعني تكون لحالها، لو صار لها شيء اتضررت ولا شيء الجهاز ما يتضرر. ايوه بتفصلها ازاي؟ بحط لها بيئة خاصة وهمية فيها. الله يفتح عليك. بالمناسبة بقى لما اقول لك كلمة change root environment، بكل بساطة كده كلمة change root لو انت شغال مع الناس بتوع بي اس دي بيسموها كده جيل. تاني لما تسمع كلمة change root دي انت كده بقى عملت جيل، عملت سجن. عارف لو اقول لك سجن، كلمة جيل دي اصلا في اللغة بالانجليزي كده معناها جيل. يعني ايه بقى جيل؟ بكل بساطة بقولك لما اعمل change rooted environment او jailed environment بعمل setup لvirtual environment بتحاكي المين file system بتاعي. يعني ايه؟ يعني السيرفيس دي محتاجة شوية files في etc وشوية files في var وشوية files في lib وشوية files مش عارف في user مش عارف ايه صح عشان تشتغل. طيب لما اقولك انا اعمل لها change rooted environment، اما اروح اعمل setup كده virtual environment شبه الانفايرومنت الحقيقيه بتاعتها لكنها مش الانفايرومنت الحقيقيه. طب انا هستفيد كده او استفيد من ده ايه؟ بكل بساطه لما تعمل فيرتشوال انفايرومنت دي والسيرفيس تقوم، السيرفيس هتقوم وانت بتشغلها كباينري بتقول للباينري ده ان الانفايرومنت بتاعتك اسمها كذا، اللي هي الوهميه بتاعتك مش الاصليه. طيب لو السيرفيس دي حد عمل اتاك عليها، بعد كده حد حاول يكلم الباينري بتاع السيرفيس ده يقول له اعمل اكسس للملف اللي اسمه etc باسورد ده، هيروح اصلا مش هيلاقيه، ما انت عامل له اصلا انفايرمنت وهميه فيها etc وetc اللي جواها فاضيه فيها ملفات السيرفيس دي بس. فانت ساعتها في اسوأ الظروف، حتى لو السيرفيس دي اتاكد السيرفيس دي مش هتشوف اي حاجه تانية على الفايل سيستم الرئيسي لانها جيلد في انفايرمنت لوحدها. وصلت؟ هو ده العالم بتاعها. وبعمل لها دايركتورز كده باسماء الدايركتورز الحقيقيه لكنها فعليا دايركتورز فاضيه ما فيش فيها الملفات الخاصه بالسيرفيس دي. تمام كده؟ تعال اوريك كده عشان تقتنع باللي انا بقول لك عليه. يام داش واي ابديت يام داش واي انستول. بالمناسبه انت لو قلت له كده بايند تشينج روت هيروح رايح جايب بايند في ايده كمان هو جاي. مش لازم تقول له بايند وبايند تشينج روت وشويه الحاجات دي، بايند تشينج روت هيجيب بايند في سكته اكيد. شايف؟ راح جاب الاول هيعمل الابجريد بعد كده هيروح يجيب بايند وايه والحاجات التحابيش اللي هو محتاجها يعني ديبندنس بتاعته والسيرفيس نفسها وكل حاجه.
تفضلوا شاي. خلينا نروح على المكنة التانية كمان بدل ما هي واقفة كده. يم داش واي ابديت يم داش واي انستول بايند تشينج روت. بص انا قلت له روح هات بايند تشينج روت، راح جايب مين في سكته؟ بايند لايبراريز وبايند لايسنس وبايند يوتيلز والبايند سيرفيس نفسها، يعني ما احتاجش اعمل له اي حاجه. هو بايند تشينج روت هيروح يجيب كل اصحابه معاه ويجي ايه يشتغل عندك. بص لي عندك كده، لو جيت اقول له كده في الطبيعي فام اي تي سي، بالمناسبه الاسم السيرفيس الباكج اسمها بايند صح، بس السيرفيس اسمها نيم دي، ده اسم السيرفيس بالمناسبه. خلاص بص كده هتلاقي نيم دي دوت كونف. نيم دي دوت كونف ده موجود تحت اي تي سي بتاعت الفايل سيستم العادي، يعني لو جيت اقول له كده فيم اي تي سي كل حاجه موجوده هنا، كل الفايلز بتاعتك كل الكونفيجريشن فايلز بتاعت الماشين موجوده هنا نيم دي دوت كونف كده، حتى فيم مش موجود. طيب تعال انستول كده فيم يام داش واي انستول فيم ونت تولز. فبص عندك الملفات كلها موجوده تحت اي سي بشكل مباشر. لو السيرفيس دي بقى نفسها هاكد، حد اتاك على السيرفيس دي، هيشوف اي حاجه جنبها خلاص مع السلامه. طيب عشان انا رايح نفسي خالص واخلي الدنيا سكيور بشكل افضل، هعمل لها هسيت اب فيرتشوال انفايرمنت ليها، هسيت اب جيلد فيرتشوال انفايرمنت اللي احنا بنسميها بلغه ثانيه تشينج روتد. تشينج روتد يعني غيرت الروت بتاعها، بدل ما الروت بتاعها هو بتاع الفايل سيستم، لا ده انا هعزلها في مكان منفصل لوحدها. خلاص؟ طيب. طب انا اعمل لها جيلد انفايرمنت ازاي يا عم؟ والله ممكن تروح تعملها بايدك بشكل مانيوال، وممكن تعملها بشكل اوتوماتيك. بدل ما تقعد تعذب نفسك ويطلع عينيك على الفاضي، اصلا الناس الديفلوبرز كاتبين لك سكريبت كده بتروح تسيت اب الفيرشوال انفايرمنت دي من غير ما تمد ايدك في اي حاجه. خلاص؟ طيب تعالى كده ممكن اقول له ار بي ام داش كيو QA grab dash I bind change root اهي bind change root الباكج موجوده اهي. طيب ممكن اقول له كده rpm dash ql for bind change root اللي معمول لها انستول عندي دي. هات الكلام ده كده على لس نشوفه. بص كده عندك بص كده في عندك سكريبت ظريفه جدا موجوده هنا. هي السكريبت اللي موجوده دي بتسيت اب الفيرتشوال انفايرمنت ليك. تعالى كده ناخدها. لو جيت اقول له كده داش داش هيلب بيقول لي بيرميشن دينايد. تعالى كده نشوف ليه بيرميشن دينايد ال اس داش ال. اي سيرفيس للسيستم يا باشمهندس؟ نعم هاي سيرفيس للسيستم سي تي ال. سيستم سي تي ال صح، انا خدت الملف غلط، المفروض اخد دي صح؟ صح انت صح. السكريبت موجوده اهي، ران كده السكريبت بيقول لك wrong number of arguments this script set up change root environment for bind. ايوه بقول لك بكل بساطه السكريبت دي هتعمل لك change rooted environment. انت كل اللي انت محتاج تعمله خلاص يا اما تديله، المفروض تقول له كده بكل بساطه السكريبت بعد كده عايز تخليها change rooted او تبيلد الجيل فين وتقول له اون او اوف. تمام كده؟ فانا ممكن اقول له كده اعمل الحركه دي يا سيدي، دي السكريبت بتاعتي، وهقول له انا عايز احط كل ملفات الحاج بايند بتاعنا دول في فار نيم دي وفولدر هسميه سي اتش روت بس كده. وهقول له في الاخر انا عايز اعمل لها اون او اوف اون. لو جيت ابص كده فار
نيم دي تشينج روت ده ايه اللي حصل جواه ال اس داش ال كده. بص ايه اللي عمله ايه ده والله العظيم ما فيش حاجه، انا ما عملتش حاجه بايديا، لا عملت لا ديف ولا اي تي سي ولا ران ولا يوزر ولا كل الكلام ده خالص. تمام ده شايف عمل ايه؟ راح عمل حاجات كده شبه الفايل سيستم الحقيقي بتاعي، كان ده بدايه الفايل سيستم بتاعي. لو جيت تبص على اي واحده فيهم كده، بص اللي جوه ديف ده، طب بص ديف الحقيقيه بتاعتي بقى فيها ملفات قد ايه. طب تعال نشوف اي تي سي الموجوده دي هي كمان، هل فيها اي ملفات تانية خاصه باي سيرفيس تانية ما عدا الدي ان اس؟ لا. لكن بص بقى اي تي سي الاصليه بتاعتي فيها قد ايه، طب مين تاني، طب فار اللي هنا، حاجات نيم دي بس. لكن شوف فار الران الاصليه بتاع الجهاز. ها فانا بكل بساطه عملت له فيرتشوال انفايرمنت، الفيرتشوال انفايرمنت دي كل حاجه منفصله تماما عن بقيه الفايل سيستم، ها، بحيث ان لو السيرفيس دي نفسها اتاك خلاص في اسوأ الظروف اللي هياخد اكس، هياخد اكس على السيرفيس دي بس مش على كل حاجه موجوده عندك على المكنه. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. يبقى اول خطوه انا عملتها على المكنه الاولانيه، عملت انستول السيرفيس وعملت سيت اب للتشينج روتد انفايرمنت. ممكن اجي هنا كده اقول له برضه نفس الحكايه ار بي ام داش كيو ال ديبايند تشينج روت، وادي يا سيدي اسم السكريبت عندي اهيا، اقول له var name دي تشينج روت، واقول له دي اون الاول. تعالى بص كده ls var name دي تشينج روت، عايزك ls داش r. اعتقد يا باشمهندس اول ما تعمل انستول بنزل الملفات كلها. لا 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 مش كلها، مش الا لما تعمل الامس، مش كلها مش كلها. والدليل اهو بص كده الملفات دي، وبص بمجرد مش موجودة. ما عملت كده var name دي change root وقلت له كده on، وبص الفرق. ها اتاكدت من كلامي؟ اه صحيح تمام. يبقى مجرد ما عملت تشينج روتد انفايرمنت خلاص انت كده مع السلامه. طب لو جيت اقول كده اقول له ls داش ال اي تي سي نيم دي دوت كونف. دلوقتي باشمهندس اتفضل، ودي زي فكره الكونتينر؟ لا لا بص، اول فكره جت، اول فكره اتعملت للايزوليشنز كانت عباره عن الجيل والتشينج روتد انفايرمنت دي. تمام؟ الكونتينرز الفكره بتاعتها جت من النيم سبيسز. ودي حاجه تانية خالص. تمام؟ تمام تمام. بس الفكره اه هي الفكره واحده. لكن الامبلمنتيشن مختلفه تماما تماما عن بعض. ماشي كده؟ تمام. طيب كلام جميل. كنت اعمل ايه؟ نسيت. اه كان السؤال بقى، السؤال دلوقتي انا دلوقتي عندي ملفين كونفجريشن للسيرفيس دي، يعني بالعقل كده لو انا جيت افكر فيها ls var name دي change root، انا بقى عندي اي تي سي، بقى عندي اي تي سي name دي دوت كونف اهو شايفه؟ جوه التشينج روتد انفايرمنت، ولسه في نفس الوقت عندي في اي تي سي الرئيسيه الكبيره اللي موجوده الاصليه. لما اجي اعدل اعدل في اي ملف فيهم. ها. الاثنين زي بعض، اللي في سلاش اي تي سي بيأشر على اللي في سلاش بار. يا راجل، تأكد؟ تعدل في اللي في سلاش فار على طول. هعدل في ده على طول. خلاص انسى بقى ده، ولا كأن ده موجود بالنسبة لك.
لو عملت عليه ال سلاش ال مش بيأشر على ال سلاش بار؟ اي واحد قصدك ده؟ ال سلاش اكس. لا تمام، يبدو انه بحكي على شيء ثاني. يبقى انت لما تيجي، في ناس بقى بيعملوا حركه ثانيه اصيع من الكلام ده كله عشان يريح نفسه، يعني في ناس اصلا واخده على ان هي لما يجي يعدل ملف الكونفيجريشن بتاع السيرفيس بينط على اي تي سي على طول، لسه اروح لفار نيم دي تشينج روت اي تي سي نيم دي دوت كونف، ايه وجع الدماغ ده؟ في ناس بيروحوا عاملين كده ار ام، يعني تعالى كده اخد الملف ده عندي ام في اي تي سي نيم دي دوت كونف، يروح جاي عامل كده ال ان داش اس ln dash s var name d change root etc name d.conf، ويروح جاي رامي الملف ده كده جوه etc. دلوقتي ls dash l etc name d.conf بقى بيشاور على مين؟ في ناس بيعملوا كده على فكرة، ما عنديش مشكلة في كده خالص، يعني ممكن تعمل كده ويشتغل معاك زي الفل من غير اي مشاكل. خلاص كده؟ طبعا انا مش بحب الطريقة دي، انا بحب اريح راسي وعلى طول اروح لفار وخلاص خلص الموضوع على كده. ماشي. طيب unlink كده ال etc name d.conf، وتعالى مرة تانية موف الملف ده وراح راسك. ماشي. ففي ناس بيعملوا كده، يعني ده لسهولة الاستخدام فقط لا غير، يعني بس يعني مش شرط يعني. طيب كلام جميل، ايه تاني اللي كنت هعمله؟ فاكر حتى والله كانت في حاجه كنت اقول عليها، مش فاكر. كانت change rooted environment. الحاجه الثانيه قبل ما انسى، لما اجي اتعامل مع السيرفيس خلي بالك انا كل ده حتى الان ما اتكلمتش على اي حاجه لها علاقه بالدي ان اس خالص، يعني لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ما اتكلمتش على الدي ان اس اطلاقا. انا كل ده بتكلم على سيرفيس ليفل، سيرفيس زي اي سيرفيس، زي الويب سيرفر، زي الاف تي بي سيرفر، زي اي حاجه تانية. خلاص بكلمها في الكونفيجريشن فايلز. لما اجي اتعامل مع السيرفيس دي، بص كده، لو جيت اقول له كده سيستم كنترول ستاتس، ها بص كده كويس، انا في عندي اتنين سيرفيس، لما اجي اتعامل دلوقتي هتعامل مع اي واحده منهم؟ شروط دي، خلاص انسى اللي فوق دي كده انساها ولا كانها موجوده، ما تغلطش الغلطه دي، ما تجيش بقى تقول لي سيستم كنترول ريستارت نيم دي وخلاص كده مع السلامه. لا، انت ما دام قلت له انا هشتغل تشينج روتد انفايرمنت، يبقى انت كل شغلك على change rooted environment from A to Z، سواء كان بتعدل في الكونفيجريشن، سواء كان كنت بتلعب مع السيرفيس نفسها، سواء بتعملها start restart ايا كان. خليك فاكر الحتتين دول عشان معظم الناس بيقعوا فيهم، بيروح يعمل change rooted environment وتلاقيه بيلعب مع السيرفيس اللي هي البلين سيرفيس، السيرفيس العادية خالص. طبعا ده تهريج، يعني ده كده واحد بيستهبل، يعني ما ينفعش يعني. خلاص ما تبقاش جايب ركب عربيه وجاي جايب مفتاح موتوسيكل تشغل بيه العربيه، يعني ما تجيش منطقيا، ما ينفعش. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب الحاجه اللي بعد كده، بص يا سيدي، الدي ان اس عندنا في الكونفيجريشن، الدي ان اس عندنا في الكونفيجريشن في عندي جزئين في الكونفيجريشن بتوع الدي ان اس. الجزء الاولاني الكونفيجريشن نفسه اللي هتعرف فيه البارامترز الخاصه بالسيرفيس نفسها. خلاص السيرفيس دي بتلسن على بورت ايه، السيرفيس دي بتشتغل بورت كام، بتقلو كونكشنز من اي سبنت، السيرفيس دي بتسيرف زونز او بتسيرف دومينز اسمها كذا وكذا وكذا، ده الكونفيجريشن. وفي عندي جزء تاني خاص بالداتا نفسها بقى. طب الزون دي مش فيها ريكوردز وكل ريكورد له اي بي صح؟ الداتا نفسها بقى بتاعت الزونز هتبقى موجوده في الدايركتوري دي. ها
يبقى خليك فاكر الكونفيجريشن هيترمى في الدايركتوري دي، لكن الداتا هتترمى في الدايركتوري دي. والله ممكن اعمل فايل وارمي فيه الداتا براحتي زي ما انا عايز، ما عنديش اي مشكله في كده خلاص. فما يعني ايه ما تتلخبطش، الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا. يبقى من هنا وجاي لو انا بتكلم على مستوى السيرفيس ليفل، لو بتكلم على مستوى السيرفيس ليفل هتعامل مع مين؟ مع نيم دي داش تشينج روت فول ستوب، خلصت. لو هتعامل على مستوى الكونفيجريشن فايل هلعب مع الكونفيجريشن فايل اللي فين؟ في var named دي تشينج روت اي تي سي. طيب لو انا هعدل في الريكوردز بقى نفسها هلعب فين؟ في var named دي تشينج روت var named دي. خلصت كده؟ كده احنا متفقين عندها الاساسيات، الحمد لله كده احنا متفقين عندها الاساسيات بتاعتنا. طيب كلام جميل، نرجع بقى نسيب الكلام ده كله بقى ونرجع مرة تانية كده للشغل النظري الاهبل. بسم الله. بص يا سيدي، اول حاجة عندنا ده الكلاينت بتاعي. الكلاينت ده رايح لدي ان اس سيرفر يسأله. الكلاينت لما يسأل الدي ان اس سيرفر بيسأل الدي ان اس سيرفر على بورت 53 يو دي بي. خلاص، يبقى دي اول حاجة لازم تحطها في الاعتبار. معنى كده ان السيرفر ده لازم يقلاه البورت ده. طيب الخطوة دي لسه ناقصة عندنا ما عملناهاش، فالمفروض اجي على السيرفرز اللي موجودة عندي كده واقول له firewall cmd dash dash add لسبب ما firewall مش بيعمل او مش بيعمل autocomplete firewall cmd. طيب yum install bash completion، غالبا هي مش install ده عندي dash y. تمام كده تعمل لها انستول اهي، نفس الحكايه اعملها على السيرفر الثاني. هاجي هنا كده هفتح نيو لوجن شيل وهاجي اقول له فايرول سي ام دي داش داش اد سيرفيس. هقول له كده بص كده عندك دي ان اس شايفها، هي دي. ممكن تقول له ضيف السيرفيس، ممكن تقول له كده اد بورت اهو، ممكن تقول له كده 53 يو دي بي، ايا كان الاثنين زي بعض بالظبط مفيش اي فرق بينهم. ممكن تقول له كده اعمل لي ده كمان بيرمننت، يبقى كده في الران تايم وبيرمننت سيت اب. ونفس الحكايه هنا هقول له هنا دي ضيف لي السيرفيس اللي اسمها دينس، الاثنين زي بعض بالظبط خلاص. ممكن تقول له كده بيرمننت، يبقى دي اول حاجه. يبقى انا كده عملت الاو لايه؟ للدي ان اس سيرفيس. طيب كلام جميل. طيب الكلاينت بقى لما بيجي يعمل، لما بيجي يطلب عنوان، العنوان ده او الطلب بتاعه حاجه اسمها الكويري، ماشي كده؟ ادي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه، السيرفر ده لما يرد على الكلاينت العمليه دي اسمها الريزولفنج. الريزولفنج دي عمليه مبسطه جدا، كل اللي فيها سيرفر بيشوف الراجل ده كان طالب ايه ويديله الناتج اللي هو عايزه بس، ادي كل المحدود خلاص. طيب كلام جميل، يبقى الريسبونس هنا بلغه الدي ان اس هسميها كده ريزولفنج او ريزولوشن، ايا كان الاسم بقى او الصفه او الفعل، المهم ان هي حاجه واحده. طيب كلام جميل. طيب ايه تاني؟ نفس الكلاينت الظريف اللي موجود عندي هنا ده بيسال الدي ان اس اول معلومه عندك. الكلاينت راح طلب الدي ان اس، قال له يا دي ان اس انا بدور على الراجل اللي اسمه جوجل دوت كوم.
الدي ان اس اللي موجود عندي هنا ده هيرد عليه كده على طول ولا ايه اللي هيتم؟ ها، اول حاجه الدي ان اس ده هيسال نفسه، هل انا مسؤول، هل انا اوثوريتيف للدومين ده؟ عارف اوثوريتيف يعني ايه؟ يعني انا مسؤول عن الدومين ده، هل الدومين ده فيه زون ديفايند عندي بتقول ان انا مسؤول عن الدومين ده؟ خلاص كده؟ يبقى اول حاجه الدي ان اس بيسال نفسه، هل انا اوثوريتيف، هل انا مسؤول عن الدومين ده؟ الراجل ده كان طالب وليكن www.google.com. فالاول الدي ان اس يسال نفسه، ها هل انا مسؤول عن الدومين اللي اسمه جوجل دوت كوم؟ لو هو مسؤول عنه هيروح يبص في الريكوردز اللي موجوده عنده، هل في ريكورد اسمه www؟ لو موجود رد على الراجل ده. طيب افرض ان هو مش موجود، يبقى اول خطوه هيشوف هل هو مسؤول عن، هو اوثوريتيف للدومين ده ولا لا. الخطوه الثانيه، طب هل في عندي اي كونديشنال فورواردنج موجود للدومين ده؟ يعني ايه؟ يعني انا هل في عندي كده شرط كده موجود بيقول ان لو في كويري جايه للدومين ده روح اسال دي ان اس سيرفر تاني معين، ده اسمها كونديشنال فورواردنج. الكونديشنال فورواردنج هي بكل بساطه بقول له الدومين ده اللي مسؤول عنه الدي ان اس الفلاني، فاي كويري راح للدومين ده بيروح راح سال الدي ان اس ده بالذات او دي ان اس تاني بالذات. خلاص كده؟ طب يروح يشوف هل انا عندي فيه كونديشنال فورواردنج رول بتقول اروح اسال دي ان اس تاني معين؟ لو في رول هيروح رايح شايف الاي بي ده ويروح يعمل عمليه الريزولوشن. طيب افرض ان لا هو مسؤول عن الدومين ده ولا في كونديشنال فورواردنج كونفيجرد عندي، هيروح رايح بعد كده يشوف ها الديفولت بتاعه، هيروح يسال مين؟ حد من اتنين على حسب الكونفيجريشن بتاعك، هيسال حد من اتنين، يا اما هيسال الروت سيرفرز يا اما هيسال الديفولت فورواردرز. خلاص كده؟ هي دي ايه بس يعني عندها تلبك معه يعني. ها ماشي، خلينا نمسح كل الكلام ده بقى كده وتعال نرتبهم. يبقى بكل بساطه الكلاينت لما بيطلب اي حاجه من الدي ان اس، الدي ان اس هيبص على اربع حاجات، حاجه من اربعه. الحاجه الاولانيه، هل هو اوثوريتيف للدومين ده؟ الحاجة الثانية، هل في conditional forwarding موجود؟ الحاجة الثالثة، هل في أو default forwarders؟ خليها هنا كده default forwarders. الحاجة الرابعة، هيروح يبص يسأل مين؟ الروت سيرفرز. مفيش أي طريقة رابعة، مفيش أي طريقة خمسة، هم أربع حاجات، ها، مفيش فيهم خمسة، خلصت. يبقى أول حاجة الدي إن إس هيسأل نفسه، ها، هل أنا مسؤول عن الزون دي؟ هل أنا مسؤول عن الدومين ده؟ لو مسؤول عن الدومين ده، هيروح يبص يسأل نفسه، هل في ريكورد بالاسم ده؟ يديك النتيجة. طب افرض أنا كنت حاطط له رول بقول له إن الدومين ده اللي مسؤول عنه الدي إن إس اللي اسمه 1.2.3.4. خلاص، يبقى هيمشي على الرول دي. طب افرض لا هو مسؤول عن الزون دي ولا في عنده كونديشنال فورواردنج زون، هيروح يبص هل انا عندي في ديفايند ديفولت فورواردرز؟ لو ديفايند خلاص، لو مش ديفايند خلاص هروح اسال روت سيرفرز وامر لله، مفيش غيرهم. ها، حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب ممكن تسالني سؤال، هو ايه ديفولت فورواردرز ويفرقوا ايه عن روت سيرفرز؟ بص، الديفولت فورواردرز زيهم زي الكونديشنال فورواردرز بالظبط، بس الديفولت فورواردرز هم اللي تبعت لهم اي كويري راحة. يعني انت ممكن عاده بتعمل الديفولت فورواردرز دول حاجه مثلا زي جوجل، اللي هو لو دومين انت مش عارف عنه اي حاجه خلاص ارميه على جوجل وخلي جوجل يعمل لك ريزولف له، خلصت شكرا ومع السلامه، او اوبن دي ان اس مثلا،
دول ممكن اسميهم ديفولت فورواردرز. تمام. طب الروت سيرفرز بقى، بص الروت سيرفرز دول هم اللي ماسكين العالم كله، تمام، ودول يعتبروا المرجعيه بتاعت دي ان اس اللي موجوده في العالم. طيب ليه انا ما بحبش استخدم الروت سيرفرز؟ لو سالتني هل انا بحب استخدم الديفولت فورواردرز ولا الروت سيرفرز، انا عن نفسي انا بحب استخدم الديفولت فورواردرز. يعني لسبب، الروت سيرفرز مش دايما هيديك الاوبتيمال بيرفورمانس. تاني الروت سيرفرز رغم ان هم عندهم كل حاجه موجوده في العالم تقريبا، مش تقريبا، هو فعلا عندهم كل الريكوردز بتاعت كل البابليك دومينز اللي موجوده في العالم. طيب مشكله الروت سيرفرز بالنسبه لي حاجه واحده بس، الريسبونس تايم بتاعهم عاده بيكون ابطا من الديفولت فورواردرز. خلاص. طيب هوريك مثال كده ويا رب تظبط معانا وما يبقاش شكل فضيحه هنا. لو جيت اقول له كده ان اس لوك اب، او تعالى كده يام انستول بايند يوتيلز، دي حاجه من الحاجات اللي لاحظتها من سنين لحد النهارده. تعالى نعمل اتنين كويري ماشي كده، واحده لواحد من روت سيرفرز وواحده لواحد من اللي هم بسميهم زي البابليك فورواردرز. خلاص كنا اقول له كده مثلا ديج ات 1111. حد فيكم عارف 1111 ده زي 4 4 4 بتاع جوجل او 4 8؟ حد يعرف 4 8 و8 4 و4 وحايد؟ دول يعني بعض الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده بابليك. تمام. ديج كده على واحد زي ده مثلا. نعم، ده بتاع كلاود فلير. ده بتاع كلاود فلير، صح مظبوط. كلاود فلير، متاكد ان هو كلاود فلير، مش فاكر والله كان. لا استنى ثانيه واحده، صحيح كلاود فلير، مش فاكر والله كان بتاع مين. ماشي صح، عندك حق يعني، بس مش فاكر يعني، مش هحفظ الحاجات دي ابقى مجنون يعني. تعالى كده ديج على 4 وحايد ده واقول له مثلا اديني اي كويري facebook.com. عايزك بص كده الكويري تايم بتاعك ماشي. تعالى كده نشوف اي بي ام بتوع الروت سيرفرز اللي عندي، var md change root etc. تعالى كده نيم دي دوت ار اف سي، يعني عيب ما يصحش كده. توتسي ايه يا باشمهندس؟ نعم، غالبا الروت سيرفرز بتكون في الفايل اخر دوت سي اي. بحاول ادور عليهم، grep -i r root var name d change root etc كده novem etc name d. طب وليه وجع الدماغ ده كله؟ root servers اديني اي واحد قريب من قريب اهو مثلا. لو جيت اقول له كده المره دي تعالى كده، ممكن بعمل ديج كان بيطلع لي 4 ملي سكند موجودين عندي. تعال المره دي كده ديج
ات الحاج ده كده وليكن ياهو دوت كوم مثلا. بص كده الفرق قد ايه. بلاش يا عم ياهو ام اس ان دوت كوم. بص الوقت قد ايه. طيب بلاش ده بقى كده دلوقتي، خلي ده 4 وحدات مره تانية، وخليه لي مثلا يا سيدي اديني اي اسم اي حاجه من الحاجات سي ان ان دوت كوم مثلا. بص بص الفرق في الكويري تايم قد ايه. هتقول لي يا عم ده بالملي سكند يعني انت حنبلي قوي يعني بتهرج يعني. اقول لك بس استنى بس، عندك الكلام ده انا بكلمك على كويري واحده صح؟ طب انت لو عندك شبكه فيها 10,000 مستخدم، وال 10,000 مستخدم دول قاعدين بيحرطوا في النت بقى، اللي قاعد فاتح يوتيوب واللي فاتح فيسبوك واللي فاتح مش عارف ايه وايه وايه، بص بتلاقي الدنيا عندك الدي ان اس ده ممكن يكون بيبعت يكاد يكون احيانا في بعض الاحوال ممكن يكون بال 10,000 كويري في الثانيه بعمال يريزولف فيها من كل حته. هتلاقي الدي ان اس بيصوت منك الحقني الحقني. تخيل ما تلاقي كده كل كويري منهم 23 ملي سكند. شايف بقى، تخيل انت بقى حجم الكويريز عندك حجمها عامل ازاي، والدي ان اس ده عمال يصرخ منك كده الحقني يا عم الحاج ابوس رجليك اعتقني. فكل ما الكوري تايم يكون قليل كل ما الريزولوشن هتكون اسرع صح؟ يبقى انت محتاج تكونفيجر فوروردر ها بدل ما تستخدم الروت سيرفرز صح ولا غلط؟ رغم ان انت لو ما عملتش فوروردر هيروح يستخدم الروت سيرفرز من نفسه، لكن انا ما بحبش الطريقه دي. دايما خلي الدي ان اس بيجيب اسرع ريزلت بشكل باي شكل ممكن. ماشي كده؟ ها وضحت النقطه دي ولا حد الدنيا ملعبكه عنده؟ يا شباب واضحه ولا ايه؟ واضحه واضحه يا هندسه. طيب كلام جميل ماشي. ادي كده كمان خلصنا منه ماشي. ايه تاني موجود عندنا؟ اللهم صل على النبي. الكويري تايم خلصناها. نرجع مرة تانية كده. بص يا سيدي، ده الكلاينت بتاعي وده السيرفر بتاعي. الكلاينت ده بيعمل كويري على السيرفر. مبدئيا الكلاينت لما يجي يعمل كويري على السيرفر، لو الكلاينت ده طلب اسم السيرفر هيشوف الكويري دي ويرد عليه صح؟ هيقول له الاي بي بتاع جوجل ده وليكن 4.5.6.7، ده الاي بي ادرس بتاعه صح؟ العمليه دي كده اللي انت بتطلب بتقول له انا عايز اعرف الاي بي بتاع الاسم ده، اتفضل الاسم اهو هات الاي بي بتاعه. العمليه دي اسمها فورورد لوك اب. العمليه دي اسمها فورورد لوك اب تمام كده؟ طيب هو في حاجه تانية ممكن تتعمل؟ ايوه ممكن. الكلاينت بقى على العكس بدل ما يعمل فورورد لوك اب، ادي الكلاينت عندي اهو وادي السيرفر موجود اهو خلاص كده. طيب الكلاينت برضو عمل كويري، بس المره دي الكلاينت ده الكلاينت ده معهوش الاسم. الكلاينت ده معاه الاي بي ادرس تمام كده. بس الراجل ده عايز يجيب الاسم. لو الكلاينت بيسال على بيديك الاي بي وعايز يسال على الاسم، المفروض الراجل ده يرد عليه الاسم بتاعي اهو صح؟
العملية دي اسمها الريفيرس لوك اب. خلاص كده؟ يبقى أنا في عندي عمليتين رئيسيتين لما أكون بعمل كويري. العملية الأولانية أنا عارف الاسم بس عايز الـ IP. العملية التانية أنا عارف الـ IP بس محتاج الاسم. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب يبقى ده الفورورد لوك اب ريفرس لوك اب. السؤال هو انا ليه محتاج طب الفورورد لوك اب احنا عارفين احنا يعني بما ان انت الاسماء بالنسبه لك اسهل فانت اكيد عارف الاسم بس مش عارف الاي بي صح؟ ده طبيعي ده منطقي. طيب الريفرس لوك اب انا محتاجه في ايه؟ ها حد يجاوبني كده؟ حد عنده اجابه؟ غالبا عشان الميل سيرفر تقريبا مش هو. بس كده يعني انا محتاج الريفرس لوك اب عشان الميل سيرفر؟ مفيش اي حاجه تانية؟ ها حاج محمد ممكن عشان اعرف الدومين عن طريق الاي بي. ليه محتاج اعرف الدومين عن طريق الاي بي؟ انا برضه في المين سيرفر. برضه في الميل سيرفر. طب انا ليه عشان البي تي ار عشان نعمل بي تي ار ريكوردز عشان الميل سيرفر برضه. طيب حلو تعالى كده لعمك جوجل وتعالى نسأله كده على الريفرس لوك اب. خلاها معدي الناس عشان اجيب لي موبايل كولز وحاجات هبله كده ملهاش لازمه. تعالى كده يا رب تكون لسه موجوده. كانت فين يا سيدي؟ فين فين فين؟ اقرا كده السطر ده عايزك تقرا كده السطر ده كويس جدا. انتوا كل اللي انتوا قلتوه صح انا ما قلتش ان انتوا قلتوه غلط بس انتوا رابطين ان جهلك ازاي استغفر الله العظيم. بص انت رابط لي الريفرس لوك اب بالاس ام تي بي او بالميل سيرفيس صح؟ صح هو احنا محتاجينه عشان الاس ام تي بي بس اهم استخدام للبي تي ار ريكورد هو الديسكفري اللي بيحصل ها لما حد بيبعت لك حاجه وخصوصا في الشبكات الداخليه. يعني ايه بقى؟ بص كده انت عندك مونيتورنج سوليوشن زي الاستيك سيرش مثلا. الاستيك سيرش ده استقبل لوج مسج جايه من ماشين الاي بي ادرس بتاعها وليكن 1.2.3.4 ده الاي بي ادرس بتاع الماشين صح؟ تخيل انت لو عندك 1000 ماشين في الشبكه هتقعد تحفظ الاي بي ادرس بتاعت الماشينز واحده واحده بالعقل يعني يعتبر هل ده طبيعي انت تعمله؟ لا الموضوع هيبقى متعب جدا صح؟ مش متعب ده انتحار صح؟ طب ما كده الموضوع ده اكيد في حاجه مش مظبوطه يعني مفيش طريقه ثانيه؟ قال لك بس طريقه ثانيه انا ممكن اخلي السيرفيس دي تعمل ريفرس لوك اب ولما الاي بي ده يبعت لها لما المكنه دي تبعت لها من الاي بي ده تروح رايحه شايفه الاي بي ده ايه الدي ان اس نيم بتاعه ولما تيجي تسجل بالدي ان اس نيم. يبقى انت لما تيجي تقرا هتلاقي في الاخر الاسم اللي جاي لك
جاي لك من او اللوج مسج اللي جاي ديا او الالرت اللي جاي دول، الالرت ده جاي من ماشين بدل ما يكون الاي بي ادرس بتاع او ظهرالي باي بي ادرس 1.2.3.4 ظهرالي باسم سويتش 1 دوت داتا سنتر نتورك 5 دوت مش عارف مصطفى دوت كوم. ها شفت شفت اللعبه دي؟ ها الله ينور وضحت. السطر ده يعتبر اكتر سطر مستخبي في الدي ان اس يعني اعتقد على مستوى العالم كله. يعني السطر ده مثلا انا قعدت والله العظيم حرفيا 6 شهور عشان افهم السطر ده وما لبستش فيه الا لما كنت فعلا في انتربرايز نتورك كبيره جدا وكميه ديفايسز غير طبيعيه عماله تبعت في حاجات وعرفت ساعتها اهميه الريفرس لوك اب فين وامتى بستخدمه. ها وضحت الحته دي ولا حد الدنيا وقع منه؟ لا وضحت جدا. طيب يبقى اللي انتوا قلتوه صح، انا محتاج الريفرس لوك اب عشان الاس ام تي بي. والله العظيم صح 100% ما اقدرش اقول لك لا خلاص، لكنه مش ده الاستخدام الامثل بتاع الريفرس لوك اب. الاستخدام الامثل ان انا احط كل الريكوردز فيها فورورد زي ريفرس، كل المعلومات بتاعت الشبكه في الدي ان اس، كل الاسماء قصاد الاي بي ادريسز بتاعتها خلاص. ليه انا بقول لك كده بقى او ليه انا تعمدت اخليك تقرا السطر دون؟ لانه بصراحه انا لاحظت حاجه يعني عجيبه جدا. ايه الحاجه العجيبه اللي لاحظتها؟ تقريبا 99.9% من الادمنستريتورز بيروح يعمل فورورد لوك اب، يعني بيضيف الانتري الاي بي والنيم وما بيروحش يعمل الريفرس بتاعها. ها خدت بالك من الحته دي؟ تلاقي الناس يروح شايل لك اه يا عم الجهاز بتاعي اسمه وليكن الويب سيرفر بتاعي اسمه او الاف تي بي اف تي بي دوت مصطفى دوت كوم والاي بي ادرس بتاعه 2.3.4. طب والعكس بقى يا حاج العكس؟ ها ما تنساش العكس بتاعه، انا عندي فورورد لوك اب وعندي ريفرس لوك اب. لما تيجي تعمل الريكورد بتاع الفورورد لوك اب ما تنساش تروح تعمل الريكورد بتاع مين؟ ها بتاع الريفرس لوك اب، ما تنساش الحته دي. انا طيب ارجع بقى لاخر حته النهارده لان مصودي كده راح النهارده خلاص، كان يوم طويل ودماغي بقت قد الطبله. معلش اعذروني انا تخطيط العمل المحاضره الجايه. الدي ان اس فهم اكتر ما هو امبلمنتيشن، الامبلمنتيشن بتاع الدي ان اس لا تتخطى باي حال من الاحوال نص ساعه. لكن فهم صحيح سهله جدا، كميه عك غير طبيعيه في الدي ان اس ده. يعني فعلا بحق ربنا واحد من اكتر المواضيع المتعبه جدا لما اجي اشرحها. انا ممكن اقعد اشرح في دي ان اس اسبوعين كاملين وكل يوم 6 ساعات ومش هخلص منه. يعني فعلا انا عن نفسي لو قعدت اشرح فيه بحق ربنا والله العظيم ممكن اقعد اشرح فيه اسبوعين كاملين وكل مره فيهم 6 ساعات كاملين ومش هنخلص كمان. يعني كده يعني بقلبه كمان، بس انا بحاول قدر الامكان اغطي اللي افتكره يعني. طيب من دي يلا حاجة سيري من هنا دلوقتي. أيوة آخر حاجة بقى، بصوا لي كده، أنا قلت لك عندي فورورد لوك اب. الفورورد لوك اب بيكون الكوري فيها عبارة عن اسم، الرد بتاعها بيكون اي بي صح؟ الريفرس لوك اب بيكون اي بي والرد بتاعها بيكون اسم. تمام جدا زي الفل. هقول لك لا مش تمام، استنى عندك في خازوق في الحته دي. ايه الخازوق اللي موجود هنا؟ هو الكلاينت اصلا هيعرف الاي بي ازاي؟ تاني اعتقد السؤال بتاعي غلط او انا مش عارف اوضح لكم الفكره بتاعت السؤال. ثاني معلش انا مش عارف اوضح لكم الفكره بتاعت السؤال، انا عايز اجيبها بشكل تاني، مش عارف اشرحها بالعربي، اقصد مش عارف اجيبها لك عربي ازاي دي، ما تتجابش الا انجليزي دي. بترجمها ازاي دي بقى؟
فيها انجليزي بنحاول نفهم فعلا والله مش عارف ترجمها عربي يعني مش عارف اجيبها عربي. طب خلينا ارسمها خلينا ارسمها. بص انا عندي الكلاينت الحلوف اهو تمام. الكلاينت ده راح سال الدي ان اس سيرفر قال له انا عندي الاي بي اللي اسمه اكس لا انا عندي الاي بي اللي هو 1.1.1.1 انا عايز الاسم بتاعه عايز النيم. طب هو الدي ان اس سيرفر ده ماشي الدي ان اس بيسال اي بي ولا بيسال دي ان اس تاني؟ بيسال دي ان اس تاني صح لان الاي بي ده اصلا ممكن يكون بتاع ويب سيرفر. الدي ان اس بتاعي اللوكال ده محتاج يطلع يسال حد تاني الحد التاني ده لازم يكون دي ان اس تاني صح؟ صح. طب هو يسال الدي ان اس تاني ده هيعرف اي دي ان اس هيساله منين؟ حسب الاي بي اي اي بي بالظبط قالوا حسب لو هو معمول له فورورد او حسب اي اي بي بالظبط معلش وضح لي الحته دي اصل الحته دي انت كده شككتني اصلا انت فاهم الدي ان اس انت كده شككتني فعلا انت فاهم الدي ان اس او لا بالكلمتين انت قلتهم دول. خلي بالك الاي بي ده الكلاينت ده ممكن يكون بيسال على اي بي بتاع ميل سيرفر يعني الاي بي ده ممكن يكون بتاع ميل سيرفر عادي جدا صح ممكن يكون بتاع ويب سيرفر صح مش شرط ان الاي بي ده يكون بتاع دي ان اس على فكره ده هو بيقول له انا معايا اي بي كذا وعايز النيم بتاعه الدي ان اس ده بقى هياخد الكويري دي دي الكويري نفسها ها هياخد الكويري دي ويروح لازم يروح يسال حد تاني مش واضح 100% يا اما يسال نفسه يا اما يسال حد تاني الحد التاني ده لازم يكون دي ان اس والا مش هيعرف يتكلم معاه صح. طب الدي ان اس اللي بره ده هيعرف منين مين الدي ان اس اللي مسؤول عن 1.1.1.1 ان هو يديك الاجابه عن الريكوردز اللي موجوده عنده ها لا اما الحاجات اللي حضرتك قلتها لا اما اوثوريتيف اما فورورد لا اما اللي هو الديفولت في اخر حاجه بيروح للروت سيرفر لا تاني كده معلش عيد نفس اجابتك مره تانية خلينا نفكر فيها اللي هو اول حاجه بيشوفه اوثوريتيف لو ما لقاش بيروح ل اللي بيروح ل اللي هو الفورورد بعد كده الديفولت وبعد كده اللي هو الروت سيرفرز الاربع حاجات اللي حضرتك شرحتهم اوثوريتيف ماشي بعد كده اللي هي فور اللي هو بي فورورد الدي ان اس الثانيه بعد كده اللي هو الدي وبعد كده الثالث حاجه كونديشنال فورواردنج ايوه بالظبط ماشي انت قربت بس ما جيتش للنقطه اللي انا عايزها بالظبط يعني انت قربت جدا من الحته دي هو فعلا زي ما انا قلت لك في الاول هيعمل نفس الخطوات بالظبط بس انت عارف ايه اللي بيحصل هنا فعليا؟ انتوا حد فيكوا اصلا عارف ان انت لما تروح حد فيكوا اصلا قبل كده جرب يحجز public اي بي رينج كامل من عند اي اي بي ريجستريشن اوثوريتي زي ايانا مثلا؟ ها او من رايب؟ عمر حد فيكوا عمل الحكايه دي ولا عمركم ما خبطتوا فيها؟ لا احنا كان بالرينج موجود جاهز. حلو. لما تروح لرايب مثلا انا عندي اكسبيرينس مع رايب كبيره جدا واشتغلت معاهم يجي 3 سنين مثلا ولا حاجه. رايب لما تروح تقول لهم كده يا رايب لو سمحتوا انا عايز اي بي رينج كامل. رايب بيديك الاي بي رينج بتاعك ده. يقول لك مثلا انت معاك سلاش 22 بابليك اي بي ادريسز متاحين اتفضل خدهم الاي بي ادريس دي. طب انت عايز تقول رايب او انت خدت ال 22 سلاش 22 اي بي ادريس سلاش 22 اي بي ادريس دول يعني معاك 1024 اي بي ادريس متاحين
بتروح بقى كمان بعدها تقول لرايب بيكون لك اكس على البورتال بتاعهم، بتروح تقول لها ان الاي بي ادرس او الدي ان اس، مش الاي بي ادرس بقى، الدي ان اس سيرفر اللي هيعمل كويري، او اسف اللي هيكون عنده معلومات الريكوردز بتاعت الاي بي رينج ده اسمه وليكن 48، هو ده الدي ان اس بتاعهم، او الاي بي ده هو الاي بي ادرس بتاعي اللي موجود هنا على الدي ان اس بتاعي ده، او اللي موجود هنا. وصلت؟ وصلت. طيب دلوقتي انا في عندي مشكلة اكبر، عارف هي ايه؟ ان كده ما استفدتش يعني، في الاخر رجعت مش كده ما استفدتش، ده المشكلة اللي موجودة عندي اكبر في حاجة تانية، اللي هي ايه بقى؟ بصلي كده، هفترض معاك الافتراض ده، هفترض معاك الافتراض ده، ده الرينج بتاعي كله كامل، الرينج ده فيه ويب سيرفرز و اف تي بي سيرفرز وميل سيرفرز ومش عارف وايه وايه، شوية سيرفرز موجودة هنا كده، ماشي كده؟ الرينج كامل بتاعهم، الرينج كامل بتاعهم وليكن 15.17.12.0/24، ابسط مثال ممكن، دي 7 معلش بس هي معوقه شويه، تمام. وانا رحت لما عملت ريجستريشن مع رايب قلت له الدي ان اس اللي مسؤول عن السبنت دي بالكامل الاي بي ادرس بتاعه 112.17.15.1، وانا عندي كلاينت ريكوست جاي لي هنا، الكلاينت ريكوست ده جه للسيرفر، خبط في السيرفر هنا، والسيرفر ده فعلا اوثوريتيتيف للسبميت دي، يعني السيرفر ده مش هبل، السيرفر ده فعلا اوثوريتيتيف، هو مسؤول عن السبميت دي. طيب السؤال بقى هنا، فين الجزء الثابت في الرينج ده؟ مش ده رينج كامل اللي هو 15 024 ده الاي بي ادرس بتاع السيرفر هتبقى هنا الجيت واي اللي هو 15.1، الجزء الثابت اللي عندك 15.17.12 صح، واللي بيتغير دايما عندي هو اخر اي بي، اخر اوكتت موجوده هنا صح، كل سيرفر بياخد اي بي من اخر اوكتت صح، فالجزء ده دايما بايه هو ده اللي بيتغير، لكن اول 3 اوكتتس هنا دول ثابتين، ده ثابت وده ثابت وده ثابت اهو صح كده؟ صح. حلو قوي، بصلي بقى كده، لما تيجي تعمل الريفرس لوك اب بتعمل الريفرس لوك اب من اول الاوكتت الثابته، يعني ايه؟ يعني لما تيجي كده تهارد كود انا عندي ريفرس زون، الريفرس زون فين اللي بيتغير؟ ده صح؟ اول اوكتت سيب ده انساه، طب مين اول اوكتت بعده؟ 12. طب واللي بعدها؟ 17. طب واللي بعدها؟ 15. طب واللي هنا يا عم؟ ما قلت لك اللي هنا بقى ده الاي بي ادرس بتاع مين؟ بتاع واحد من السيرفرات دي صح؟ خلاص سيبه ده، لما يجي الكلاينت يعمل كويري، لما يجي الكلاينت يعمل كويري ها بيروح رايح واخد اول اوكتت يضيفها على السبنت نفسها ويبص عليها بس كده، يعني هو زي ما يكون بيكيش مثلا او بيسيف عنده الاول 3 طيب. اوكتت صح. انا هستفيد بايه يعني السيرفر دي، ان السيرفر ده هيستفيد بايه؟ بص مش الجزء ده كله ثابت صحيح، واللي بيتغير هو ده خلاص، ثبت لي ده عندك في الكونفيجريشن هارد كود، عارف ده هيفيد بايه؟ عارف الدي ان اس بروسيس نفسها لما بتيجي تعمل كويري هتروح راح عامله اكستراكت المين للاوكتت اللي بيتغير ده بس، وتضيفه هنا وتبدا تعمل سيرش عليه، بدل ما تعمل سيرش على 4 اوكتت البروسيس هتضيف اوكتت بس واحده للثلاثه اللي موجودين عندها، فهيقلل الكويري تايم بشكل كبير جدا. وكده الريسبونس تايم خلاص قل جامد، قل جامد بالظبط، الله يفتح عليك، شفت الحته دي؟ فانا لما اجي بس خلي بالك لما اجي اعملها هتتعكس في الكونفيجريشن، يعني ايه؟
يعني لو الرينج بتاعي كان كده 192 168 دوت 15 دوت 0 سلاش 24، فين الجزء الثابت وفين الجزء اللي بيتغير؟ هذا الجزء الثابت اهو. وفين اللي بيتغير؟ اللي هو الاي بي بتاع الماشين، صح؟ نزله تحت معكوس، خليه كده صفر دوت 15 دوت 168 دوت 192، شيل الاي بي ده، شيل الاوكتت الاولانيه، يبقى ده كده اللي هنزله تحت. لما الكلاينت بقى يجي يعمل كويري، ها الكلاينت مع الاي بي وعايز الاسم، الكلاينت هيكويري على 192 168 دوت 15 دوت 23 مثلا، هيروح الدي ان اس عامل اكستراكت الاول فيلد بس ويضيفه على اللي موجود اوريدي عنده. فبدل ما يكون بيعمل سيرش على 4 اوكتتس بيعمل سيرش على اوكتت واحده بس. ها وصلت؟ وصلت. لكن انت في الكونفيجريشن كادمن هتضيف له كام اوكتت؟ هم 3 اوكتتس بس، او بتضيف الاوكتتس الثابته، لكن الاوكتتس اللي بتتغير ها ايه؟ لا مش هت... مش اللي بتتغير بس هي اللي ما بتضيفهاش. ايوه الله يفتح عليك. يبقى دي كده اول نقطه. النقطه الثانيه كده، اول نقطه خلصنا منها. النقطه الثانيه بقى في نفس الموضوع بتاعنا. بص يا سيدي، ال ال اللهم صل على النبي، الDNS ما بيفهمش الا ميجور اي بي سبنتس. الDNS في الريفرس لوك اب تحديدا، خلينا نكون واضح، الDNS في الريفرس لوك اب مش بيقبل الا ها ميجور اي بي سبنتس. يعني يا اما خلصت. ايه ده؟ افرض يا عم انا ريفرس لوك اب على نتورك زي دي كده سلاش 22، هقول لك بس اقسم السلاش 22 دي لاربعة 24. طب افرض انا مسؤول عن سبنت سلاش 23، اقسمها لاثنين في كام؟ 24. ها وضحت؟ طب افرض السبنت 8 اللي هو 28 او اقل من 24، قصدي اكبر من 24، سوري اكبر من 24. افرض السبنت بتاعتك كده 25 مثلا، هتعملها برضه ساعتها 24 ومش هتفرق معاك. تمام خلاص. تمام وضحت الحته دي؟ وضحت. شانس. تمام ماشي. ايه تاني؟ باشمهندس بعد اذن حضرتك اتفضل. يعني لما حضرتك تيجي تحط في الريفرس لوك اب في الفايل كونفيجريشن، هتحط الميجر دول بس؟ قصدي حضرتك كده برضو؟ اديك مثال عشان تفهم. فرضا انت كنت عايز اديك مثال حلو هنا. انت كنت واخد سلاش 24 اي بي ادرس من ايانا او من رايب او ايا كان اللي انت واخد منه، والسلاش 24 ده الاي بي ادرس بالمنظر ده. في مشكله كده؟ لما تيجي تحطه في الكونفيجريشن اعكس ده ونزله وشيل الاوكتت اللي بتتغير. اه دي اللي بتتغير صح؟ شيلها، يبقى هي كتب كده 1 دوت 15 دوت 112. ها تمام كده؟ تمام كده. طيب طبعا وطبعا يا باشمهندس لو هي على سبنت 5 سبنت 23 او 22 يبقى اول اثنين بس هم ثابتين واخر اثنين متغيرين. لو على 23 مثلا، لو على 23
انت بتتكلم دلوقتي لو على 23 انت بتتكلم على external network او public network ولا private network؟ يعني انا عن نفس انا لو بتكلم على public network هعملها 2 في سلاش 24 تمام؟ لو private network هعملها 1 في سلاش 16 هاخد الكبيرة على طول. بس هو ساعتها يعني انت هتعمل هتكررها مرتين. لو انا بتكلم على بابليك نتورك هكررها هاخد ما انا هاخد السبنت دي اقسمها 2 النص الاولاني 1 في 24 والنص الثاني 1 في 24 برضو. انا فهمت قصدك يعني اول اللي هم تي هتخلي اول 3 اوكت تستخدم يعني كده بالمنظر ده 15 اهو يعني لازم اديك المثال زي ما هو كده بالمنظر يا تاني اهو انا عندي سبنت بالمنظر ده 192 168.0.0/22 بدات السبنت دي 00 صح سلاش 22 نهايتها كام دي بدايتها ودي نهايتها صح هروح اعملها كده اول سبنت .0.0/24 .1.0/24 .2.0/24 واخر واحده خالص كام .3.0/24 خلصت ها وضحت ويبقى برضو ساعتها اول اكتب بس ولا يبقى متغير بس خلاص خلصت تمام واعمل كده عملت 4 ريفرس لوك اب زون كده 4 ريفرس زونز ها تمام كده ماشي طيب افرض بقى افرض العكس السبنت بتاعتي كانت سلاش 28 برضو هروح جاي في الريفرس اخد اقرب ميجور سبنت ليها ها اقرب ميجور سبنت ليها كام مثلا بس خلاص خلصت ها وضحت الرؤيه لا يعني ناس قدام سر قدام سر كيف شو نسبيانش على 28 يعني فرضا انت الصبن بيضعك كالآتي 192 168 دوت 200 لا دوت 0 دي السبنت اللي معايا طب انا عايز اعمل لها ريفرس لوك اب يتعمل ازاي ريفرس لوك اب لديا ها هروح رايح اعملها كده هعتبرها كانها كده الاول بعد كده اعكسها انزلها تحت وضحت يعني هي ما فهمت قصدك يعني بتشوف اقرب حاجه ليها اقرب ميجر سبنت ليها وانزلها عادي زي ما هي خلصت خلص الموضوع على كده مش محتاجه اي اختراع اللي انت اللي هو اللي انت حضرتك قلتهم اللي هم 24 وقلت 24 و16 وحاجه كمان 24 و16 و8 تمام شوف اقرب واحد ليهم وتمشي عليه ايوه تمام ها تمام كده طيب ماشي هنكتفي بهذا القدر النهاردة وان شاء الله نكمل ايه يوم الحد تمام باشمهندس اتفضل انسى بس ايه معلش كان كنت عذر يعني سؤال الساذج شويه حته اللي انا مسالت لما انا قلت لك يعني الكونتينر الكونسبت حضرتك قلت زي يعني زي السي اتش روت فحضرتك قلت لي الفرق في الامبلمنتيشن النيم سبيسز دي حاجه تانية دي حاجه اختراع كده اتعمل كده مع النيو كيرنل ريليزز ده لسه معمول قريب يعني النيم سبيسز دي ما كانتش موجوده لما التشينج روت او الجيل ده اتعمل من عمر تمام التشينج روت والجيل ده موجود من زمان يمكن مثلا بقاله اكتر من 15 20 سنه النهارده واول حد فكر فيه كانوا الناس بتوع بي اس دي
ماشي كده؟ لكن النيم سبيسز ده اللينكس نيم سبيس دي اتعملت بقى يعني بقى لها مش بعيد قوي يعني اعتقد بدات تظهر للعلن للناس يستخدموها وبدات تعمل كده بدات مع تقريبا سنه 2011 تقريبا على ما افتكر بدات تظهر للناس يستخدموها. طبعا نيم سبيسز دي في اختراعات في النيم سبيسز في النتورك نيم سبيس وفي الاي بي سي. حد سمع الاي بي سي قبل كده؟ انتر بروسيس كوميونيكيشن. معني في 6 نيم سبيسز موجودين يعني لو انا معلوماتي لسه صح يعني الحمد لله طلعت معلوماتي صح. 1 2 3 4 في 6 نيم سبيسز اهو يعني لسه يعني بص الماونت نيم سبيس والبروسيس اي دي والنتورك والانتر بروسيس كوميونيكيشن واليو تي اس واليوزر اي دي يعني عندك 6 نيم سبيسز. كل نيم سبيس بتعمل حاجه معينه. نيم سبيس مثلا بتاعه النتورك كده ده اعتبره ان هو انستانس من الفول نتورك ستاك. اعتبر كانها نتورك ستاك جديده انت شغال عليها كانك كده عملت دوبليكيت للنتورك امبلمنتيشن بتاعتك فيرتشوالايزد عندك ها بكل بساطه وكانها فيرتشوالايزد. هي فعليا مش فيرتشوالايزد لا هي انستانس تاني منها راننج خلاص تمام. وكل نيم سبيس منفصله تماما عن نيم سبيس التانية. يعني لو نيم سبيس واخده اي بي ادرس 10.10.10.0/24 ينفع يكون عندك نيم سبيس ثانيه على نفس المكنه بنفس الاي بي رينج. تاني دي ريفرنس معلش ينفع عندك ماشين تو انترفيسز كل واحد واخد نفس الاي بي في الطبيعي؟ لا ما ينفعش. المكنه هتلاقيها راحت مسرخه وطلع كده مطلع الشبشب وضربتك على وشك بالقلم وقالت لك انتهبل. ما ينفعش بالظبط ده اللي هيحصل. طيب مع النيم سبيسز دي النيم سبيس هي عباره عن انستنس تاني من الحاجه دي. لو قلت لك عن نتورك نيم سبيس مثلا هو انستنس بالكامل من النتورك ستاك اتاخد كده منه كوبي واتعمل. ها ماشي كده؟ هو غالبا باشمهندس بيعمل فايل سيستم جديد وبيطبق عليه نفس اللي بيحصل. مش فايل سيستم بيعمل انستنس جديد من الحاجه دي. باشمهندس اصل انا جيت بالي دلوقتي حاجه. دلوقتي لو نقلت مثلا ايه عندي مكنه ماشي ونقلت اللي هو الاي تي سي والفار واليوزر والليب اللي هي الحاجات بتاع الدايركتورز بتاعت الاو اس ماشي وحطيتهم تحت في مكنه ثانيه تحت سلاش اي حاجه تحت اي فولدر مثلا ماشي ورحت عامل سيت شروط على الفولدر اللي في المكنه الثانيه مش كده هيعمل لي نفس اكنه اقوم حاجه فيرتشوال زي المكنه اللي انا نقلت منها الحاجه دي. يا ريس ما تخلطش التشينج روت بالنيم سبيس. تاني ماشي انا فاهم قصدك بس انا قصدي يعني التصور بس التصور الفرق بينهم فكره مختلفه مش الفرق بينهم زي الفرق بالراجل اللي اخترع العجله اللي كانت ماشيه عارف العجله اللي هي الخشب اللي اتعملت من 150 سنه دي فاكر العجله دي؟ زي الفرق بين العجله اللي اتعملت 150 سنه العجله الخشب مش الحديد كمان والفرق بين واحد راكب صاروخ طلع من ناسا اول امبارح. ده الفرق بين الاثنين بكل بساطه. تمام الفكره واحده انت بتعمل فول ايزوليشن انا معاك في كده لكن النيم سبيسز داخله في سكه تانية خالص. النيم سبيسز انت مع خلي بالك مع التشينج روت انت بتعمل ايزوليشن على مستوى الدايركتوري او على مستوى الفايل سيستم بس. لكن انا بكلمك هنا على ايزوليشن ممكن يكون عندي نتورك ستاك كلون من النتورك ستاك بتاعتك في ايزوليتد كده لوحده على جنب ومسؤول عنه او حاطط له فيرتشوال انترفيسز وكل حاجه شغاله كده ما تعرفش حاجه عن نتورك ستاك امبلمنتيشن ثانيه. يعني ممكن على نفس المكنه كده تعالى هنا كده
دخلني في اوبن ستاك تابع عليك بايه. دي ماشين واحده اهين بس انت الفرندس فورس يعني. حتى القلم ما بيكتبش نحس. دي ماشين واحده اهي صح. الماشين الواحده في الطبيعي ان عليها نتورك وده انترفيس اهون صح. المفروض ان الماشين دي عليها نتورك واحده بس او نتورك ستاك واحده بس. لما اقول لك انا عملت نيم سبيس جديده فانا خدت كلون من النتورك ستاك دي منفصله تماما وعملت كلون تانية وكلون تالتة وكلون رابعة. كل واحده فيهم منفصله تماما عن التانية. يعني ممكن اجي لدي وديها اي بي ادرس 1.1.1.0/24 وللنيم سبيس دي برضو نفس الاي بي. ها والاثنين منفصلين تماما عن بعض. اقول لك على حاجه، كل الكلاود كومبيوتينج ريفولوشن اللي حصلت في اخر 10 سنين بسبب النيم سبيسز دي. انت ازاي بتكون عند امازون ها انت ازاي بتكون عند امازون وانت كاستمر واخد بابليك اسف برايفت اي بي رينج وليكن 192.168.0.24 وفي واحد تاني كاستمر تاني له ماشينز على نفس المكنه ها ومعاها نفس البرايفت اي بي رينج وكل واحد فيكم شغال زي الفل ومفيش اي حد شايف التاني. عارف عن طريق ايه النيم سبيسز ده؟ والله العظيم كل كاستمر بيتعمل له نيم سبيس خاصه بيه، نتورك نيم سبيس خاصه بيه ودي بتاعتك انت بس. ماشي. فبتسمح بالاوفرلاب لان الاثنين منفصلين، دي بروسس ودي بروسس ثانيه خالص، وكل واحده فيهم في النيم سبيس بتاعتها. اعتبرها كده في الفضاء بتاعها اللي شغاله فيه، ملهاش دعوه باي حد تاني. فهمت قصدك يا باشمهندس، الله ينور يعني. وصلت؟ طيب وصلت. الكلام ده بقى مش بيتطبق على مستوى النتورك بس، الكلام ده بيتطبق على مستوى النتورك وعلى مستوى البروسيس. كل بروسيس البي اي دي، البروسيس اي دي نفسها، البروسيس نفسها، وعلى مستوى الماونت بوينت، الماونت نفسه. اللي منها بقى طلعت فكره مين؟ الكونتينرز. لما اتعملت النيم سبيسز دي بقى في مجال يتعمل كونتينرز. بقيت دلوقتي ممكن ارن انستانس من بروسيس، خلاص الانستانس ده ايزوليتد بالكامل وشغال في برايفت نتورك نيم سبيس لوحده ولو ماونت لوحده، وفي انستانس تاني خالص كونتينر تانية على نفس المكنه مربوطه بنيم سبيس نتورك او نتورك نيم سبيس تانية خالص، والنتورك نيم سبيس دي ملهاش دعوه بالاولانيه. ممكن يكونوا الاثنين لهم نفس الرينج بس دي في حته كده ودي في حته تانية خالص، الاثنين بعاد عن بعض تماما مالهمش دعوه ببعض، ودي ليها ماونت ودي ليها ماونت تاني. فانا كده عملت فول ايزوليشن ما بين الكونتينرز. وصلت؟ بقت الكونتينر بالنسبه لي ما هي الا بروسيس شغاله بس كده، خلصت. اه فهمت يا باشمهندس. دي كده ده كده لو انت فاهم الحته دي، ده كده 70% من الكونتينر شغاله ازاي بكل بساطه. ماشي. لا جزاك الله كل خير انس على الايضاح. طيب ماشي يا ريس، يجي لك وحط عليك يا ريس. بتشرح الكونتينر يعني ما بينشرحش بالشكل اللي حضرتك شرحته. وانا ما شرحتش حاجه، بس يعني بشكل عام لو دخلنا في الحته دي ممكن اقعد اكلمك فيها ساعتين دلوقتي، بس خلينا يعني ايه، لان الموضوع ده لو دخلنا فيه عشان تفهمه بقى صح يعني لازم يتشرح معاه حاجه. يعني لو بكلمك عن نتورك تحديدا، يعني النتورك دي من اوضح الامثله، واتكلمنا فيها على حاجه زي الفي اكس لان مثلا والتانلز بيتعمل لها استابلش ازاي وبيتعمل لها ترمينيشن ازاي، هتفهم بقى الدنيا كلها رايحه فين وجايه منين. بس هدخل نفسي في حوار ملوش لازمه وهضيع اليوم على الفاضي وخلاص، انا بقيت بموت دلوقتي، صوتي اصلا بدا يروح خلاص. ماشي معلش يا فندم. لا يا عم مفيش حاجة مفيش حاجة، بس واحدة واحدة يعني، مفيش حد بيطلع يجري بين أول بين يوم وليلة. ماشي يا فندم. طب حضرتك كنت بتكح ولا إيه؟ لا أنا عندي حساسية من وأنا طفل صغير، بس هي كده دلوقتي أحسن كتير من الأول يعني، ما تخافش يا عم. ماشي ألف سلام عليك. الله يخليك. ماشي. ها حد عنده أي سؤال النهاردة؟ الله يجزاك خيرا، أول مرة أحضر معاك درس الصراحة، وسعيد سعيد جدا جدا يا باشمهندسنا، ما قصرت. الله يجزاك خير. الله يكرمك. أنس الله يعطيك العافية. الله يخليك. كنت سلطنت. لا ما شاء الله.
بس انا سلطانة كده في الشرح. الله يكرمك. ماشي يلا تصبحوا على خير وشوفكم الحد ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.